بعد المزال. ها؟ اسكت اسكت رشيد. اسكت 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 رشيد اسكت. القدر. نعم. 20 متر تلق تلق تلق. باقي واحد الباب. السلام عليكم ربي صحة. الآن نتواجد بالدوار أيت منذ ليلة الأمس، والسلطات المحلية والوقع المدني وعناصر الترك الملكي في عملية تمشيطية بالمنطقة. الآن عناصر الوقاية المدنية عبد القادر طلع طلع والو تما والو ما كاين والو طلع طلع صافي 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 صافي. الان عناصر الوقايه المدنيه في حمله لتفتيش الابار البحث عن الطفل المختفي الحسين وكريم كما كتشاهدوا متابعينا. كيغلبوا صافي نطلعوا طلع 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 بلاد يلا. لا زال البحث مستمرا كيف ما كتشوفوا متابعينا. كيف كتشوفوا متابعينا الاستعانة بفرق الكلاب المدربة الخاصة بالترك الملكي، حيث أن الأخيرة كتقود حملة نشيطية واسعة بالمنطقة للبحث عن الطفل الحسين المختفي منذ زوال أمس. المرجو مشاركة الفيديو متابعينا قصد المساعدة على إيجاد الطفل المختفي الحسين ومشاركة صورتي على نطاق واسع. بالإشارة متابعينا فقد استعان رجال الترك الملكي بكاميرا الدرون وفرق البحث وكذا فرق الكلاب المدربة للبحث عن الطفل المختفي الحسين. كيف تشاهدوا متابعينا الحملة النشيطية للآبار المتواجدة بالمنطقة. Gracias.